كيفاش اننا كنجيو في الصيف كنتجمعوا هنا كنتناقشوا كل واحد كيمشي بحالو اش اين هي الاجراء ديال هادشي اللي كنقولوا حنا في الواقع. الله يخليكم بغينا غير نعرفوا هادشي اللي كنقولوا واش كيوصل ولا واش كيتخذ بعين الاعتبار ولا حنا بحال حنا في الجامع حنا كنديروا واحد الحلقة كنضحكوا الناس ونشطوهم وكنخرجوا عاد تجاوب ياك ملي كنقولوا نصالحوا الشباب مع السياسة اش شكون هو هاد الشباب انا وانت وهذاك 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 ولكن انا ما كاينش بوا في الحزب ما فيهش ولد خالتي ما فيهش ولد عمي حنا كنعرفوا وما تنكروش هاد الشيء نتوما اللي كاينين مثلا في مراكز قرار ما تنكروش هاد الشيء كاين الزبونيه في الحزب باش تكونوا واضحين حنا كشباب جاد غادا في ما عرفوش الجهات كاملين كاينين الناس تشاركوا في التنظيم شاركوا في شحال من حاجه حنا غير قالوا لنا اجيو هاكو لي باش جالكم دخلوا راه كاين الافتتاح هنا سيرو تتعشاو سيرو تنعسوا حتى الصباح فيقوا مع التسعود اجيو راه كاينين ورشات ولكن فين هو الاشراك ديال هاد الناس باش انه تحط هاد الشيء راه ما بقاش داك التعليم ديال التلقين ما كاينش كاين المشاركه في العمليه التعلميه ما تبقاش تعطيني انا تجي وتعطيني هاد الشيء راه غنلقاه في جوجل نتصالح مع السياسه نمشي لجوجل غنلقاه لا ما تجي كاع تعرضوا عليا انا كيفاش غتشاركني انا في هاد الشيء هادشي اللي بغينا نعرفو عطيونا شي حل لهادشي ملي كتقولوا ان الشباب كيهربوا من السياسه راه انا مثلا كما قال لكم الشخص في نفس المنطقه ما كاين عندنا طرقه اللي كيتقطعوا نهار واش انا غندير فيك الثقه كسياسي ما يمكنش مشكل صغير مجرد انك دير لينا قنطره مثلا فين ندوزو باش ما تقطعش الشتاء باش حنا ما نتكرفشوش في الشتاء ما يتمكنش قلت اسيدي نجيبو الديناميه الجديده ديال الحزب قلنا ماشي مشكل جبتو لنا التنظيمات الموازيه المنظمه ديال المراه التمثيليات الاقليميه المنظمه الجويه للشباب كذا كذا ولكن واش ما عرفتش بلي هالشباب كاملين 99% ديالهم معطلين ما عندهم ما ياكلو واش انا غنجيب من دارنا ومن دار با اللي هو يلاه كيتقاتل باش يجيب لنا القوت اليومي باش ننشط واحد التنظيم ديال الحزب واش الدار ديالي اللي صح ولا ديال الحزب هاد الشعارات الرنانه راه الله يحفظكم ولكن راه ملينا منهم ما بقيناش باغي الشعارات الرنانه بغينا الاجراء هبطوا لعندنا التيران كنتحدى قلت غير جي غير دوز معنا واحد السيمانه في جاد بعدا في الله الله يسامحك سمح لنا لك كاع حقنا في الحزب جي غير دوز معنا سيمانه في هاد اللحظات العصيبه اللي كيعيشها الجنوب الشرقي ما عندنا لا مستشفى ما عندنا لا كيفاش غنديروا حنا الثقه في السياسه الله يحفظكم الوالدين ولا كتعرفونا حنا غير في وقت الانتخابات راه الجهه ديال الدعته فاش كتعطي 26 حتى 30 الف صوت